لنقاش الملف اليمني ينضم إلينا عبر الهاتف من فيينا الناشط الحقوقي توفيق حميدي. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا بك سيدي من هذه قناتكم. أهلا بك مجددا. كيف تقيم التقرير الصادر عن المرصد الأورو متوسطي حول وضع حقوق الإنسان في اليمن، خاصة إذا تحدثنا عن تعرض ناشطين للتعذيب والقتل في المعتقلات؟ حقيقة وضع المعتقلين خاصة في سجن الأمن السياسي ووضعهم في المحاكمات الغير قانونية، نحن في منظمة سام أصدرنا بيانين قبل يومين. البيان الأول تحدث عن ما يعانيه المعتقلين خاصة في سجن الأمن السياسي، وأوردنا مجموعة من الشهادات الصادمة لهؤلاء المعتقلين، أو وتحدثنا أيضا في البيان الثاني عن عدم قانونية هذه المحاكمات وكيف أن بعض المعتقلين تم إخفاؤهم، ونخشى أن يكون قد تم تصفيتهم بسبب كشفهم لحجم التعذيب الذي تعرضوا له في سجن الألم السياسي أمام القاضي نفسه في جلسة التي كانت في الأسبوع الماضي. في هذه النقطة تحديدا، إلى أي مدى تظن أن قتل هؤلاء الناشطين سيخدم ويكون من مصلحة ميليشيا الحوثي في ظل كل الأزمة الحالية؟ ولم يخدم ميليشيات الحوثي، ميليشيات الحوثي تريد أن تقدم رسالة للمجتمع الدولي أنها غير ملتزمة وغير عابئة بما يقرره المجتمع الدولي أو بالضغوطات التي تمارس عليها. جماعة الحوثي وقعت اتفاقية ستوكهولم، وكان أول بند في هذه الاتفاقية يدعو إلى إطلاق سراح المعتقلين من جميع الأطراف، وإلى حتى الآن لم يتم إطلاق أي معتقل. هي تمعن في مثل هذه الإجراءات بصورة مبالغة، بصورة تنتهك كافة القوانين الدولية، وتقدم رسالة بأنها ما سائرة في طريقها ولا يمكن أن تلتزم بأي اتفاق أي كان. كيف يفسر الصمت الدولي إزاء الانتهاكات الإنسانية المرتكبة في حق الناشطين وحتى المدنيين؟ وفي حقيقة الأمر لا يوجد أي مبرر للمجتمع الدولي. الغريب في الأمر أن المجتمع الدولي اليوم يؤسس السجون التي تفتحها جماعة الحوثي بالفرش والبطانيات ليزيدوا من حجم الاعتقالات. كنا نظن بأن جيري فيت سيمارس ضغط أكبر والمجتمع الدولي سيمارس ضغط أكبر، خاصة وأن هنالك أرضية قد تم التوقيع عليها وهي اتفاقية ستوكهولم، لكن يبدو أن المجتمع الدولي يمارس نوع من الدلال الزائد لدى جماعة الحوثي، وهو دلال غير مبرر. ربما أنا أعتقد أن تداخل الملف اليمني مع الملف السعودي أثر بصورة أو بأخرى، وجعل المجتمع الدولي ينظر لليمن كجزء من السعودية، خاصة في ظل التقاطعات والتشابكات الدولية الحاصلة اليوم بين المملكة والدول العالم. شكرا جزيلا لك الناشط الحقوقي اليمني توفيق حميدي، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة فيينا.